السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات جريد 2، يا رب تكونوا بخير. معاكم النهاردة مستر أسامة الهادي من قناة ليرن ماس. النهاردة إن شاء الله هناخد ليسون جديد في الجيومتري entitled Follow the Corollary on the Theorem No. 1. السيرم نمبر 1 إحنا طبعا درسناه الدرس اللي فات، وإحنا كده لما بنقول فولو يعني متابعة دي النتائج بتاعت الايه النظريه اللي احنا درسناها اللي هي السيرم نمبر 1. بيقول لي هنا الاريا دي رابع حاجه او نمبر 4 بالنسبه للكورولاري. بيقول لك ان الاريا بتاعت الترينجل is equal half الاريا بتاعت البارليلو جرام if they have the common base lying on one of two parallel straight line included them. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا لما يكون عندنا هنا دي، هو بيقول لك الاريا بتاعت التراينجل اللي هو بتاعت ده المثلث ده مثلا is equal، هي عبارة بتساوي ايه؟ هاف للاريا بتاعت البارالينوجرام. طيب امتى بقى الكلام ده يحصل؟ لما يكون if they have the common base، يبقى لو البيز بتاعتهم واحدة، صح؟ احنا كنا بنقول ان البارالينوجرام والبارالينوجرام التاني يكونوا لو هما مشتركين في البيز و between two straight line parallel، يكونوا ان الاتنين في الاريا متساويين، يبقى ايه equal in area. اما هنا بيكلمني بقى من النتائج اللي احنا نقدر نستنتجها، ان عندنا two عندنا يعني البارالينوجرام وعندنا كمان تراينجل. هنقول ان التراينجل دوت هاف زي ايه الهاف الاريا بتاعت الايه البارالينوجرام لو هو كان مشترك معاه تمام في البيز وكمان محصور معه يعني ما بين مستقيمين متوازيين او امبارليل ستريت لاين بارليل كده. طبعا اهم حاجه يكون ان البيز هنا مشترك. تعال نشوف الشكل اللي قدامنا ده كده. عندنا هنا بيقول لي يو كان deduce that from the opposite figure. ازاي نستنتج الكلام ده من الشكل اللي قدامنا ده؟ عندنا طبعا ال دي اي بارلل لل اي بي. فين الدي اي؟ اهي اللي فوق دي بارلل لي البي اي اللي هي ده، يبقى الستريت لاين اللي هو الدي اي هو بارلل للستريت لاين اللي هو اسمه اي بي. وعندنا ان الاي بي سي دي، وعندنا ده كده باراليلوجرام اللي هو ايه باللون الاحمر تمام، وعندنا ال A B E F ادي ال A B E F اللي هو ده بالبلو ده كده اللي انا ماشي عليه ده كده بالماوس، هو دوت باراليلوجرام تاني ان الاثنين ار تو باراليلوجرام. يبقى عندنا 1 باراليلوجرام وتاني باراليلوجرام، ودي السيرم اللي احنا درسناها ان لما يكون ان البيز بتاعتهم واحده والاثنين لايز بتوين تو بارالل ستريت لاين، يبقى في الحاله دي هيكون ايكوال ان اريا. بس هو ده بقى مش موضوعنا دلوقتي. موضوعنا دلوقتي ان احنا عايزين نثبت ان التراينجل اللي هو الاي بي سي ده هو هاف لي مثلا الاي بي سي دي. ازاي نثبت الكلام ده؟ ان الاي بي سي دي ده البارلل، وعندنا اللي هو التراينجل ده اللي هو اي بي اف ده هاف للايه للبارل اللي هو باللون الاحمر. في الحاله دي هنبص اول حاجه للبارللوجرام اللي هو الاي بي اي اف. لما نبص له كده هنلاحظ ان اول حاجه ان الاي بي اللي هي تحت دي كده والجي اي اللي هي فوق دي تمام، الاثنين دولت بارلل تمام، وعندنا البي اف از دياجونال. البي اف اللي هي دي كده، البي اف اللي هي دي كده دي تعتبر دياجونال في اللي هو دوت كده. شايفين ده؟ نعمل هنا كده بلون تاني مختلف. واضح جدا دلوقتي قلنا ان هو ايه دياجونال في الجرام ده اللي هو الاي بي اي اف. يبقى اذا
طالما دوت الدياجونال في البارالليلوجرام دي، واضح جدا ان الترينجل اللي احنا بنتكلم عنه اللي احنا بنظلله ده دلوقتي هو اصلا عبارة عن هاب للبارالليلوجرام اللي هو ABAF. طالما احنا اثبتنا دوت يبقى بالسهل جدا ان احنا نثبت ان هو التراينجل ده نفسه هاب للبارالليلوجرام اللي هو كان معمول باللون الاحمر، بس حبيت ان انا اوريها لكم عشان تثبت في دماغكم. يجي هنا بقى طبعا احنا عندنا سينس، يعني بما ان الاريا بتاعت البارالليلوجرام اللي هو ال A، عندنا الاريا بتاعت البارالليلوجرام اللي هو A B C D، بدل ما نكتب بارالليلوجرام كل مرة فبنرسم شكل البارالليلوجرام بالشكل ده. هو هنقول ان البارالليلوجرام الاريا بتاعته اللي هي A B C D، ادي ال A B C D اللي هو باللون الريد اللي هو قدامنا ده كده، هي ايكوال ل الاريا بتاعت البارالليلوجرام ال A B A F، ادي ال A B، القاعدة ايه مشتركة ايه E F اللي هو ده. واضح جدا ان دوت قد دوت، ودي السيرم بتاعتنا اللي احنا واخدناها. اذا طالما ده التراينجل ده هاف للبارالليلوجرام ده اللي هو باللون البلو ده، وعندنا البارالليلوجرام اللي هو اللي باللون البلو هو ايكوال في الاريا للبارالليلوجرام اللي هو بالريد ده، يبقى خلاص نستنتج من كده ان ده التراينجل يبقى هاف كمان للايه للاريا بتاعت البارالليلوجرام اللي هو ايه بي سي دي. ليه بقى؟ هنقول ان البيز هنا بتاعتهم واحده، مشتركين في ايه في البيز اللي هي ايه هنا اللي هي هنا الاي بي، والاثنين طبعا بتوين الايه بتوين تو بارلل زي ما احنا شايفين كده. ناخد مثال برضو تاني عندنا ده ايه، واضح جدا ان دوت برضو نفس الكلام، ان هنا البيز واحده هنا البي سي. بيقول لك ريمارك، لاحظ او انك انت تاخد بالك ان اتش اوف ذا بريفيوس فيجرز اللي الشكلين دولت، هتلاقي ان الاريا بتاعت التراينجل اللي هو بي سي اي اللي هو دوت كده هنا بي سي اي، طبعا هنا ممتد للخارج وهنا من الداخل البارالليلوجرام بالكامل، بيقول لك في نفس الوقت هيكون ايكوال للهاف بتاعت الاريا اللي هي البارالليلوجرام. ليه؟ لان البيز هنا واحده وان الاثنين محصورين، الراس بتاعت التراينجل موجوده على ايه على الستريت لاين اللي فوق دي، طب هنا مش موجوده بالداخل بس ايه اكستندد هنا الايه الاي دي، يبقى هي في نفس الوقت هتكون بارلل ليها، يعني الرأس بتاعته برضو بتقع هنا يعني على امتداد او الاكستند بتاع الايه الاي دي. ده الموضوع بكل بساطة. يلا حبايبي بقى ناخد مثال على الكلام ده. ان اوف ذس فيجرز، في الشكل اللي قدامنا عندنا الاي بي سي دي، طبعا انا لما بعمل نقطة كده بس مجرد بس عشان ايه ما لخبطش في الشكل، بس عشان بنحدده كده ايه للتصور اي بي سي دي هو ده ايه الباراليلوجرام اللي بين الفور بوينت دول. بيقول لك الاي بي سي دي اند الاي اي اف ان، ادي عندنا الاي اي اف ان اهو ده كده برضو ده كده ايه باراليلوجرام، يعني احنا لو خبينا الجزء ده كده تمام بالحته دي كده يبقى ايه ده البارالليلوجرام اللي قدامنا، وعندنا بارالليلوجرام كده بارالليلوجرام واضح جدا قدامنا اهو، والتاني جاي بميل اهو ماشي عليه الماوس عشان تاخدوا بالكم اهو. اتفقنا؟ هنا بقى بيقول لك دو تو تو بارالليلوجرام، وعندك الاي، خلي بالك هنا بقى الحته دي بتبقى مهمه جدا، الاي بيلونجز للبي سي، الاي اللي هي دي بيلونجز لايه البي سي، وعندنا الدي is belongs لل NF، الدي اللي هي دي belongs للايه لل NF. طب هو عايز ايه؟ مش هتوضح المسألة كده معانا الا ما نشوف اللي هو عايزه بالظبط. بيقول لك اعمل لي بروف، يعني اثبت لي ان الاريا بتاعت البارالليلوجرام دي هي ايكوال للبارالليلوجرام اللي هي دي. طبعا السؤال هنا، هل هم مشتركين في البيز؟ لا خالص مش مشتركين في البيز. طب يا مستر هما مشتركين في ايه عشان نقدر نقول ان الاريا بتاعت البراليلوجرام دي
هي ايكوال للاريا بتاعه الباراليلوجرام ده. تعالوا نشوف مع بعض. اول حاجه بالنسبه للجيفن اللي هي المعطيات اللي هو مديها لي ان الاي بي سي دي، ادي الاي بي سي دي، وعندنا ان الاي اي اف ان، الاي اي اف ان الاثنين دولت تو باراليلوجرام. خلاص دي جيفن، حاجه موجوده عندنا احنا ما عملناش فيها اي حاجه. هو عايز يثبت بقى required to prove، required to prove عايز يثبت ان الاريا دي ايكوال للاريا دي. طب تعالوا نشوف هنعمل ايه. هنا اول حاجه بيقول لي ان التريانجل، سينس ان التريانجل اللي هو اسمه ايه اي دي، فين تعالى نظلله كده، نكتب كده زي، نعمل كده زي نقط كده عشان نبقى عارفين هو فين بالظبط. شايفين التريانجل ده اللي عملناه بالنقط ده، هو ده ايه الترينجل ده. بيقول لك الترينجل ده هو كومون بيز، القاعدة بتاعته مشتركة. البيز بتاعته فين؟ هنفترض ان هي الاي دي كومون بيز مع البراليلوجرام اللي هو الاي بي سي دي اللي هو واضح قدامنا ده كده، مش اللي مايل كده اللي هو ده. يبقى هي دي البيز بتاعته بتاعت، هنعتبر طبعا ان عارفين ان اي ترينجل فيه 3 بيز صح، وفيه 3 هاي. طب هنا دي البيس بتاعت التراينجل وهي مشتركة مع ايه اللي هي ايه السايد دوت او البيس بتاعت الايه البارالليلوجرام دي، الاتنين مشتركين في ايه في الاي دي. طالما مشتركين فيها بي سي ده، وعندنا الاي بلونجز للبي سي، فين الاي اهي اللي هي رأس المثلث بلونجز للايه دي البي سي دي، ايه جيفن هو مديها لي ان الاي بيلونجز للايه للبي سي. في الحاله دي هنقول ان الاريا بتاعه التراينجل ده اللي هو اسمه ان احنا مظللينه اللي هو اي اي دي هو هاف للباراليلوجرام الاي بي سي دي. تمام، دي اول حاجه قدرنا نعملها واستنتجناها، ودي نمبر 1. نمبر 2 هنلاقي برضو ان التراينجل اللي هو الاي اي دي مشترك مع الاريا بتاعت مشترك مع البارالوجرام اي اي اف ان اللي هو ده بقى اي اي اف ان مع دوت، مشترك معاه برضو في البيز اللي هي دي. هنعتبر البيز اللي هي هنا ايه، هي يعتبر اللي هي اسمها الاي اي اهي. يبقى مشتركين مع بعض هنا، كانوا مشتركين الاولاني كان مشترك معاه في البيز دي، وفي البارالوجرام التاني هو كان مشترك معاه في دي. وهنلاحظ برضو ان هم بس مشتركين مع بعض في الجزئية دي كده، لا ده هم كمان عندنا هنا الرأس بتاعه بقى اللي هو هنا الجي بيلونجز للايه للان اف اللي هي دي كده. يبقى الرأس بتاعه جاية فين على الاوبزيت سايد بتاع البارالينوجرام. طيب معنى ذلك ان الاريا برضو بتاعت التراينجل دي هاف للاريا بتاعت البارالينوجرام اللي احنا اتكلمنا عنه دلوقتي اللي هو الاي اي اف ان. يبقى التراينجل ده مشترك ليه كده، تاني جزئية قلناها، يبقى التراينجل ده يعتبر هاف للبارالينوجرام الاولاني وفي نفس الوقت هاف للبارالينوجرام التاني. وده يعني ايه؟ يعني ان الباراليلوجرام ده ايكوال للباراليلوجرام ده في ايه؟ في الاريا. يبقى الاريا بتاعت الباراليلوجرام الاولاني ايكوال للاريا بتاعت الباراليلوجرام التاني. واي؟ بيكوز ان عندنا هنا التراينجل دوت تمام هاف للاولاني وكمان هاف للتاني. ودي اللي احنا الريكوايرد اللي هو كان مطلوب مننا. تعالوا بقى نتكلم دلوقتي عن كورولاري نمبر 5. كورولاري نمبر 5 بيكلمني عن حاجه خاصه بالاريا برضو بتاعه التراينجل، ازاي بنحسبها الاريا بتاعه التراينجل ازاي بنحسبها. اول حاجه بنقول هي ايكوال هاف، اول حاجه بنقول ان هي ايكوال هاف اوف ذا لينث اوف ذا بيز، يعني الهاف بتاعه اللينث بتاع الايه البيز. واحنا فكرنا ان احنا عندنا
اللي هو الاريا بتاعت البي سي اي فين؟ ادي البي سي اي اللي بين ايه؟ 3 بوينت اللي انا علمت عليهم دول. دلوقتي هنفترض عايزين دلوقتي الاريا بتاعت التراينجل ده، هنقول هي اصلا هاف للاريا بتاعت البارليلوجرام اللي قدامنا. طب ليه؟ لان هما مشتركين في البيز، وعندنا الاي دي بلونجز للايه؟ للاي دي. يبقى في الحالة دي ان هو ده كده يعتبر هاف للاريا بتاعت البارليلوجرام. تاني، هما هنا مشتركين في البيز اللي هي بي سي، وفي نفس الوقت عندنا هنا واضح جدا ان هي الرأس بتاعت التراينجل موجود على الستريت لاين الاوبزيت اللي هو للبي سي. طيب يبقى في الحاله دي الاريا بتاعت التراينجل ده اللي هو معمول بالبلو ده هو ايكوال هاف للاريا بتاعت البارلوجرام اللي هي الاي بي سي. طيب عندنا كمان ان الاريا بتاعت البارلوجرام بقى اصلا هي ايه؟ هنقول هي اصلا عباره عن البي سي اللي هي قدامنا دي تايمز للاي اف اهو. ده اسمه كده الكوريسبوندنج هاي. اسمه ايه؟ كوريسبوندنج هاي لازم يجي بيربنديكولار على البيز، فده كده اللي هو الهاي. الهاي اللي هو ايه؟ اي اف. اي اف هو ده الهايت بتاع الايه؟ البارلوجرام. لما نيجي نجيب الاريا بتاعه البارلوجرام هنقول هو عباره عن البيز لينس او اللينس بتاع البيز اللي هي عندي هنا البي سي تايمز دي الهايت دوت اللي موجود. وطالما عندنا التراينجل هاف للباراليلوجرام اللي هو مشترك معاه في البيز، يبقى في الحالة دي والاتنين بتوين ايه؟ تو باراليل ستريت لاين زي ما احنا شايفين كده. يبقى في الحالة دي بنقول نفس القانون نطبقه، اكن الجزئية دي كده بس لوحدها هو ايه؟ الاريا بتاعت الباراليلوجرام، بس هو قلنا التراينجل هاف للبارلوجرام في الاريا، يبقى هنكتب بس هنا هاف، وهي دي الحته الوحيده اللي هنزودها لانه تعتبر نص الايه؟ الاريا بتاعت الايه؟ البارلوجرام. في جزئيه مهمه بقى عايزين نراجعها. يو كان كونسيدر اني سايد اوف تراينجل از بيز، يعني اي سايد. دي حته مهمه جدا لازم نعرفها. نقدر نعتبر ان اي سايد في، احنا عارفين ان التراينجل ليه 3 بيز، ممكن نعتبر دي بيز او ممكن نعتبر دي بيز ودي بيز. نفس الكلام بالنسبه لده ونفس الكلام بالنسبه لده. يبقى تاني يو كان كونسيدر، ممكن نعتبر اني سايد اوف ذا تراينجل از ايه؟ بيز، اكنه قاعده او بيز. سو علشان كده اني تراينجل هاز 3 بيز، دي لازم قاعده نبقى عارفينها. اني تراينجل هاز ايه؟ 3 بيز. وفي نفس الوقت and each base، كل base من دول has corresponding altitude. altitude اللي هو ايه؟ ال height يعني. وال straight line carrying this altitude intersected on point، يعني ال altitude ده مع ال altitude ده مع ال altitude دول كلهم بيتقابلوا في نقطة، بس بتختلف بقى حسب نوع ال triangle، بيتقابلوا جوه ولا بيتقابلوا بره ولا بيتقابلوا ازاي بالظبط، أو بيقطعوا بعض فين. At one point بيتقابلوا في نقطة shown in the following figure. تعال أول حاجة لو إحنا عندنا الـ acute angle أو الـ acute angle triangle، هنا بقى الوضع يختلف. يتقابلوا هنا جوه، يعني عندنا الـ base ديت اللي هي الـ L1، الـ L1 هي الـ corresponding height بتاع الـ إيه؟ الـ H، يعني جاي من الرأس اللي قدامها دي، الـ vertices اللي قدامها دي نازلة بيربنديكولار زي ما احنا شايفين عليها، وعلشان كده بنقول ده الهايت بتاع الترينجل. طيب نقدر نجيبها بطريقة تانية، احنا لو اعتبرنا دي في الحالة ان احنا اعتبرنا ال L1 هي ايه؟ البيز. طيب نقدر نعتبر ان ال L2 برضه هي البيز، يبقى في الحالة دي هنقول ان الكورسبوندنج هايت بتاعتها اللي هي جاية من الرأس المقابلة ليها كده بيربنديكولار عليها زي ما احنا شايفين ب 90 ديجري. طيب لو احنا اعتبرنا ان ال L3 ده هي الايه؟ البيز، هنشوف الكورسبوندنج هايت اللي هو ده اللي جاي من الفيرتكس اللي قدامها ونازل عليها بيربنديكولار برضو زي ما احنا شايفين. هنلاحظ ان 3 الالتيتيود او ال 3 هايت اتقابلوا فين؟ اتقابلوا هنا في الجزئية دي.
ده بالنسبة لو كان عندنا التريانجل هو عبارة عن acute angle triangle. طيب في حالة الاوبتيوس بقى الوضع بيختلف ازاي؟ تعالوا نشوف. اول حاجة احنا لو اعتبرنا ان ده كده اللي L1 ده البيز، طب في هتجيب الهايت ازاي؟ ينفع يجي كده؟ لا ما ينفعش. ينفع ننزل كده؟ ما ينفعش. هل ده كده هيبقى هايت؟ لا طبعا، فهو مش جاي من الايه، من الانجل اللي قدامه. طب فين الانجل اللي قدامه؟ جاي اهي، بس ايه، معوجه فوق اللي هي دي كده، صح؟ فنعمل ايه، هنمد ده كده، بص هنعمل اكستند دي كده وهنعمل اكستند دي كده، يبقى دي هيتقابلوا في النقطه دي. هو ده كده بقى من هنا لغايه النقطه دي هو ده الهايت 1 او الهايت 1، ده الهايت 1، ده هو يعتبر الكوريسبوندنج للايه، للال 1 اللي قدامنا دي. طيب لو احنا اعتبرنا ان هو ده بقى البيز اللي هي دي الال 2، لو اعتبرنا الال 2 اللي هي البيز، لو جينا وصلنا كده، وصلنا ده كده تمام، هتتقابل فين؟ مش هينفع، احنا لازم كلهم يتقابلوا في حتة. انت ممكن تعتبر دي كده ايه، الهايت 2، بس هيتقابل معاها فين؟ يبقى لازم تعمل اكستند كده لغاية اما توصل للام، ودي تنزل بيها تحت كده لغاية اما توصل للام. نفس الكلام بالنسبة لل L3، ال L3 الهايت بتاعته هتجيبها كده، هتجيبها ازاي؟ هتجيبها كده طبعا. ازاي؟ ادي كده، هتجيبها كده اهو. يبقى في الحالة دي لازم تكون بالشكل ده، لازم تعمل اكستند اللي هنا دي كده عشان يبقى ده الهايت بتاعها اهو، ده الهايت 3، ال H3 ده هو هيبقى الهايت. فهتجيبها ازاي؟ فلازم تعمل اكستند كده وبعد كده تطلع هنا كده بالظبط، لان دي اللي ايه، اللي هي الايه، الاوبزيت ليها. يبقى ال L3 الاوبزيت ليها ده، هتنزل عليها ازاي؟ هتنزل عليها ازاي؟ هي اصلا كده بص، ال L1 لو نزلت كده تبقى ايه، مش بيربنديكولار. فالحاله دي هتنزل بدي كده تكمل كده، وفي نفس الوقت تمد دي كده، وهنا هتمتد لغايه ما توصل برضو الام. يبقى دي الاكستند بتاعها الحته دي كده الهايت 3، يبقى ال L3 الهايت 3 بتاعها ده، بس لازم نعمل له اكستند عشان يتقابل ايه في الام. يبقى ده كده عملنا ده الهايت بتاع، ده الهايت بتاع ال L1 وعملنا له اكستند لغايه الام. وعندنا بالنسبه لديت الهايت بتاعت دي وعملنا له اكستند عشان يتقابل معاها في الام. وعندنا البيز اللي هي L3 دي الهايت بتاعها فين؟ الهايت بتاعها اللي هو ده، وعملنا له اكستند مديناه لغايه ما يتقابل في الام دي. يبقى عرفنا هنا في تعالوا ناخد اكزامبل نمبر 2. بيقول لك التراينجل هاز بيز لينث 8 سنتيمتر، البيز بتاعته كام؟ 8 سنتيمتر، اند كورسبوندينج هايت بتاعته كام؟ 5. فايند ذا اريا. طبعا واضح جدا ان الاريا هتكون في الحاله ديت هي عباره، بنقول هاف تايمز دي البيز تايمز للايه، للهايت اللي هي الكورسبوندينج هايت. فهنعمل، هنقول الاريا بتاعت التريانجل هاف البيز
اللي هي اللينس بيز لينس تايمز its كورسبوندينج هاي. يبقى الاريا بتاعه التراينجل هي عباره عن هاف تايمز الايت تايمز الفايف. سهله جدا، ودي اول ريكوايرد مننا. تاني حاجه بيقول لك التراينجل الاريا بتاعته، هو مدينا الاريا، الاريا بكام؟ ب 24 سنتيمتر سكوير، وعارفين الاريا دايما لازم تبقى بايه؟ بالسكوير. and one of its height is 4، يبقى واحده من الهايتس بتاعته ايه؟ is 4. طيب هو في الحاله دي عايز ايه؟ هو عايز في الحاله دي find the length of the corresponding base of this height. يبقى احنا في الحاله دي بكل سهوله احنا هنقول ان الاريا هي عباره عن هاف، الاريا هي عباره عن هاف، ادي الاريا هاف البيز هاف الايه الهايت. تمام، هو عايز مننا ايه؟ هو عايز مننا فايند ذا لينث اوف ذا كورسبوندينج بيز. يبقى هو عايز البيز هنا في الحاله دي، مدينا الهايت مدينا الاريا وعايز البيز. بنطبق القانون طبعا، هنا التو هتروح مع الفور، فهتبقى هنا التو، فهيبقى ال 24 اللي هي الاريا ايكوال 2 تايمز الايه البيز لينث، لان ال 2 دي راحت مع ال 4، ال 2 دي ديفايد ال 2 ب 1 ودي ديفايد ال 2 ب 2. هيبقى هنا في الحاله دي ان 24 ايكوال 2 تايمز البيز. طب يبقى البيز هنا بكام؟ هنعمل ديفايد ال 24 ديفايد ال 2 دي، يعني هتطير وتنزل تحت ال 24، فهتبقى الريزلت بتاعتي 12. تالت حاجة بيقول لي لو عندك الـ ABC right angle في الـ B، أهو الـ ABC right angle فين؟ في الـ B. حلو، وبيقول لي كمان إن الـ BC equal 10 سنتيمتر، أدي الـ BC equal 10 سنتيمتر، وقال لي كمان عندك الـ AB دي أول حاجة، و تاني حاجة موجودة عندنا إن الـ AB equal 8 سنتيمتر. أدي الـ AB دي ده 8 سنتيمتر. طبعا في الرايت ممكن نعتبر ده هايت، وممكن ده نعتبر ده هايت، ممكن نعتبر ده البيز ودي هنا إيه البيز. سهل جدا طبعا. هو طلبه بيقول لنا find the its area. find the its area بكل سهولة هنقول half البيز تايمز الهايت، ولو اعتبرنا دي البيز ودي الهايت نفس الكلام، يعني ممكن نعتبر إن البيز هي الـ 8 تايمز الـ إيه الـ 10 ونعمل طبعا الهاف، وممكن نعتبر ان هنا البيز ودي الهايت. هو اعتبر هنا البيز هي اللي الاول يعني دايما، فهو اعتبرها اللي هي دي البيز وهنا دي الهايت، فنقول هاف تايمز 8 هاف تايمز 10 تايمز 8 هتديني 40، بس ما ننساش سنتيمتر ايه سكوير، لان دي بنتكلم عن الاريا. هنا بقى اكزامبل نمبر 3 بيقول لك ان ذا اوبزيت فيجر عندك التراينجل اللي هو الاي بي سي، ادي ده تراينجل اي بي سي، ايه هو عباره عن تراينجل رايت انجل في البي، عباره عن تراينجل رايت انجل ايه في البي زي ما احنا شايفين. وعندنا الدي اللي هي دي بيربنديكولار على عندك سوري الدي بيلونجز للاي سي، الدي بيلونجز للاي سي ساتش از، بحيث يعني ساتش از يعني بحيث ان البي دي نازلة بيربنديكولار على ايه الاي سي. بيقول لك لو عندنا الحتة دي كده اللي هي الاي بي ايكوال كام؟ ايكوال 6 سنتيمتر، وعندنا الحتة دي اللي هي البي سي ايكوال 8 سنتيمتر، بيقول لك فايند ذا لينث بتاع البي دي، هو عايز دي، هو كده عايز دي. طب احنا نقدر نستنتج بسهولة جدا. اول حاجة بيقول لك في الجيفن بتاعنا عندنا دي رايت انجل، دي سهلة، الجيفن اللي هو مدولك هتكتبه جيفن، تكتبه كده، واللينس بتاع البي دي هو ده اللي هو required to prove، عايزين نثبت ان هو ده اللينس بتاعه قد ايه. طيب سوري required to find، احنا عايزين نوجد ده RTF يعني required to ايه find، فعايزين نوجد اللي هو ده. طب احنا نقدر نعرف لو اعتبرنا ده بيز، بس هو مش مدهالي صح، هو ده كده مش مدهالي، فهو عايز البي دي اللي هو دي. طبعا احنا عندنا الاريا نعرف نجيبها هاف للبيز دي تايمز دي، مش نقدر نكيد كده الاريا، تعالوا نشوف هنعمل ايه. يبقى اول حاجه بيقول لك عندك سنس الاي بي سي هي رايت انجل في البي، يبقى ده ايه؟ في قاعده احنا كنا واخدينها من كده ان
لو عايزين نجيب الاي سي دي، لو عايزين نجيب الاي سي، هي هنقول هي عبارة عن الاي سي سكوير، اي سي سكوير هي عبارة عن الاي بي دي سكوير بلس البي سي سكوير. دي رولز وسيرم احنا واخدينها من قبل كده، وعايزين نشوف النتيجة يطلع كام. طبعا يبقى الاي سي سكوير يبقى ايكوال، احنا قلنا الاي بي بكام، الاي بي دي الاي بي دي ب 6، يبقى هنا كام هتديني 36، يعني دي اي سي باور 2 يعني اكنها 6 تايمز 6 تديني 36. وعندنا البي سي سكوير، بي سي سكوير اللي هي الايت 8 باور 2 يعني 8 تايمز 8 تديني 64، مجموعهم كام 100، مجموعهم 100. ده لو ايه، لو الاي سي سكوير. طب لو الاي سي لوحدها هنعمل سكوير روت لل 100 هتطلع معايا بكام، هتطلع معايا ب 10. فاحنا جبنا اول حاجه الاي سي، وعندنا البي دي بيربنديكولار عليها، البي دي هي بيربنديكولار على الاي سي اللي احنا جبناها دلوقتي، دي طلعت طبعا ب 10 سنتيمتر. وفي الحاله دي هنقول ان يبقى السنس ان البي دي تايمز دي الاي سي، البي دي تايمز الاي سي اللي هي دي هي ايكوال للاي بي تايمز للبي سي، الاي بي دي للبي سي، صح ولا غلط؟ طب ليه الكلام ده؟ لان احنا عارفين طبعا ان الاريا بتاعته لو احنا اعتبرنا ان دي البيز هنقول هاف دي تايمز دي، صح؟ وهنجيب الاريا بتاعت التراينجل اللي هو الاي بي سي، ولو اعتبرنا ده البيز برضو هو هيعتبر هاف البيز ديت تايمز دي، صح؟ هنجيب برضو الاريا بالشكل ده. طب اذا لما يكون دي تايمز دي ايكوال دي تايمز دي، طب دي تايمز دي بكام؟ الاي بي تايمز للبي سي بكام؟ ب 48. يبقى الاثنين دول مع بعض لما نعمل لهم تايمز يديني ايه؟ برضو 48. طيب لما يدوني 48 يبقى هنعمل، هنقول ان ال 48 البي دي بقى اللي احنا عايزينها، هنقول ال 48 تمام، هنعمل ديفايد للايه، للبيز اللي احنا جبناه هيديني الايه، الهايت اللي هو قال لنا عليه. طب احنا ممكن نعمل بطريقه ثانيه، ان احنا نقول ان الاريا بتاعت هاف تايمز ده تايمز ده، يعني ايه الكلام ده؟ يعني هنقول الاريا ايكوال هنا 24 بتاعت التراينجل ده، الاريا هاف للبيس تايمز للايه، للهايت، يبقى ايه اكنها طالعه الاريا كده ب 24 سنتيمتر سكوير. ونيجي بقى نعتبر ان دي البيز، هنقول ان ال 24 دي اصلا هي عبارة عن الاريا اللي احنا جبناها، هي عبارة عن هاف تايمز البيز اللي هي التن اللي احنا جبناها تايمز ايه اللي هو البي دي اللي احنا عايزينها. طب الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان انا باجي هنا اقدر اقول ان دي طبعا تبقى 48، التو دي هتروح هناك هنا تحت بالديفايد، هتروح هناك بالتايمز، هيبقى عندي هنا 24 نكتبها على طول 24 تايمز ال 2 تديني ايه 48 ايكوال 10 تايمز البي دي اللي احنا عايزينها. طبعا دي هتروح هناك تحت دي الديفايد، هيبقى الناتج برضو 4.8 سنتيمتر. كده نكون خلصنا المثال دوت، وكمان نكون خلصنا ليسون 2. اتمنى انكم تكونوا فهمتوا الدرس، ان شاء الله تلاقوا لينك مثبت في اسفل الفيديو يوصلكم لكل الحلقات بتاعه السكند تيرم. اتمنى انكم تكونوا استوعبتوا الدرس كويس، وهتلاقوا اللينكات خاصه بالجروبات الخاصه بالفيسبوك والواتساب،
واللي محتاج والتليجرام كمان، اللي ناقصه اي حاجه بس يبعت وان شاء الله نجاوبه عليها. معكم مستر اسامه من قناه ليرن ماس، اتمنى ان كنتوا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتختاروا الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. تمنياتي بالنجاح والتوفيق والتفوق ايضا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.